بسم الله والحمد لله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مولانا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني دائما يبتغون الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة كما شوفنا في 47 48 وعيدت الإشارة إلى ابتغاء الفتنة من طرف الذين يمثلوا علينا، ما يورونا ليكونوا مسلمين كما احنا مسلمين. الإسلام شتان بين الإسلام الحقيقي والإسلام المنطقي القولي. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، يعني كذبوا عليك، زينوا لك اللي هو قبيح وقبعوا لك ما هو جميل، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقتاش ما عادش سي سبحانه ربي بيجي قلبوا الأمور لتضليلي عليه السلام، جاء الحق أي أمر الله الفاصل وظهر أمر الله وهم كارهون، وغلب أمر الله وهم كارهون أن يظهر الحق، كلام الحق اللي مش يتشبثوا به وينطلقوا ويواصلوا الجهاد في سبيل الله إلى قيام الساعة. والسلام.